على صعيد أخبار النادي الأهلي، ريكاردو سواريش المدير الفني الحالي للنادي الأهلي أخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. أن مدير أعماله سوف يصل القاهرة خلال ساعات، وفي حالة وجود أي حديث عن مستقبله في القلعة الحمراء يتم الحديث مع مدير أعماله بشكل مباشر. ولكن النادي الأهلي بعد الخسارة من طلائع الجيش أخطره بالرحيل، وفي حالة رغبته بعدم البقاء قبل مباراة سيراميكا كليوباترا فله مطلق الحرية. وبالنسبة لمدرب النادي الأهلي الجديد فهناك أكثر من مدرب مرشح، من بينهم كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق. على الرغم من وجود عرض من مصري البورسعيدي ليه، لجنة التخطيط في النادي الأهلي شايفة مميزات كتير قوي في كيروش علشان يدرب الأهلي، وهيتم حسم كل الكلام ده قبل لقاء سيراميكا كليوباترا. الكابتن محمود الخطيب مش مفضل كارلوس كيروش عشان يدرب النادي الأهلي، ومرشح خليل أوزيتش مدرب المغرب السابق، وكمان مارك روزا مدرب دورتموند الألماني. وعلى صعيد صفقات النادي الأهلي، النادي الأهلي بيكثف محاولاته لضم إبراهيم عادل، في حين إن نادي بيراميدز استقر على بيع اللاعب مقابل 3 مليون دولار، بالإضافة لضم لاعب على سبيل الإعارة من النادي الأهلي. وحاليا النادي الأهلي بيجهز آليات تسديد الصفقة وبيخفضها ل 2 مليون دولار. وأخيرا وليس آخرا، النادي الأهلي بيبلغ فيرسيتاو ولويس ميكيسوني بقيدهم في قائمة الانتظار في حالة التمسك برفض العروض للرحيل عن النادي الأهلي، خصوصا إن الثنائي شرطوا ياخدوا عقودهم كاملة في حالة إن النادي الأهلي بيقرر رحيلهم. أنا روزان نصر، أهلا بيكم. الخطيب يسجل هدف عالمي، ده كان العنوان المناسب للخطوات الجريئة اللي بياخدها الكابتن محمود الخطيب حاليا وعلى مدار الأيام اللي فاتت بخصوص عقود الرعاية والاتفاق مع الشركة المتحدة لتسويق رعاية النادي الأهلي، ثم الاتفاق مع شركة طيران عالمية وهي الطيران القطرية. نجاح إداري جديد خطط ليه رئيس النادي الأهلي ونجح بالفعل في تنفيذ علشان تتخطى عقود الرعاية ل 2 مليار جنيه. لك أن تتخيل إن رعاية الطيران القطري لوحده وصل لمليار و200 مليون جنيه. ومش بس كده، كمان النادي الأهلي هيلعب مباريات ودية مع أندية عالمية بترعاها نفس شركة الطيران القطري، سواء كانت باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ أو بوكا جونيور، وده بخلاف دعم صفقات النادي الأهلي الأجنبية. أما بالنسبة لعقد البث الفضائي واللي هيوصل قيمته ل 700 مليون جنيه وضيف عليهم 500 ألف دولار سنويا من الشركة اللي هتصمم وتنتج التيشيرت الجديد، الخطيب يخرج ألسنة المشككين بعد ساعات من تباين المشككين في قرارات إدارة النادي الأهلي واللي كان بسبب رحيل رئيس شركة الكرة ياسين منصور. الأيام اللي فاتت شفنا إبراهيم سعيد بيدافع بقوة عن النادي الأهلي ضد المتربصين في المواقع والصحف والقنوات التلفزيونية، كمان كشف المؤامرة اللي بتتدبر دايما ضد النادي الأهلي ومجلس إدارة. أنا أهلاوي وابن أهلاوي، ده كان حديث إبراهيم سعيد وهو بيرد على المشككين في انتمائه للنادي الأهلي، وقال كمان طلبوا مني إني أهاجم النادي الأهلي. إبراهيم سعيد مش بس كان بيدافع عن النادي الأهلي وحقوقه اللي راحت في الدوري بسبب الحكام، كمان كشف عن مؤامرة من جانب قناة الزمالك اللي قال إنهم طلبوا منه ان هو يطلع يهاجم النادي الاهلي. وبعد 18 سنه فاجئ ابراهيم سعيد جماهير النادي الاهلي اللي كانت بتدعمه من خلال مواقفه الاخيره بالظهور داخل النادي الاهلي والتقاط صور مع اعضاء النادي، بالاضافه كمان لانه تصور عند النصب التذكاري لشهداء النادي الاهلي. هو ده رد جميل يا And it's only a percent I'm gonna take shots If I miss all forget it I'll take a fat loss Just to learn all that's in it I'm taking snapshots learn